من بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشداني. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن عبر شاشة الغد. إنتاج فقط توقعات من محصول القمح على مستوى المخافضات العراقية، ما هي الأسباب؟ ممكن تعيد لي السؤال لأنه أنا كان صوتي قطع. إنتاج فاق التوقعات عن 3 ملايين، والإنتاج يعني متوقع أن يتراوح أو يصل إلى 5 ملايين طن من القمح، ما هي الأسباب؟ الحقيقة يعني أهم الأسباب أنه هذه السنة كانت وفيرة في الأمطار اللي وفرت المياه لشكل مزروعات، وكانت الأمطار لفترات متقاربة. يعني احنا هذا السنة الوحيدة اللي نشهد غزارة بالأمطار، يعني بعد فترة طويلة من الجفاف أدت إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالحبوب وإلى ارتفاع إنتاجيتها. وأنا أعتقد أنه يعني ربما الأمر يزيد عن الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة إذا ما استمرت المياه بهذه الوقت. متى في ظل معطيات هذا العام متى يكون بالإمكان الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي؟ احنا الحقيقة يعني نحتاج إلى 3 ملايين طن. يعني احنا قبل في عام 2014 تقريبا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لولا هجمة داعش الإرهابية وتحطيم المزارع وآلات الزراعة والاستيلاء عليها. لكن أنا أعتقد أنه هناك عودة من جديد لزراعة خاصة في المناطق البعيدة عن الأنهار باستخدام أدوات باستخدام المرشات وأدوات الزراعة الحديثة واستخدام حبوب تصلح للزراعة في المناطق الملحية، لأنه إحنا جزء كبير من الأراضي العراقية أصبحت تعاني من ارتفاع معدل الملوحة. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني هذا العام سيزيد عن الارتفاع الذاتي. لكن إحنا تبقى صادفنا مشكلة أنه الحبوب اللي مزروعة في العراق ما تلائم الاستهلاك العراقي، لأنه إحنا مشكلتنا بالعراق نستهلك الحنطة البيضاء أو زهرة القمح مثل ما يطلق عليها. فبالتالي أنا أعتقد أنه نحتاج أيضا نستورد حتى ممكن أنه تراعي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض من الحبوب اللي لها أسواق كبيرة. الحنطة العراقية لها أسواق كثيرة، بالمقابل احنا نحتاج الى ان نستورد انواع خاصه من الحنطه الصلبه سواء كانت من كندا او من استراليا. نعم. برامج تنفذها وزاره الزراعه العراقيه لدعم هذا المحصول، محصول القمح، كيف يمكن دعم هذه البرامج وتوفير الاجواء الملائمه والادوات ايضا المناسبه للوصول الى ما تحدثت عنه؟ هو الحقيقة كان هناك برنامج المبادرة الزراعية اللي أتت ثمارها رغم كل التحفظات عليها في سنوات 2012 2013 2014، لكن هذه المبادرة أيضا انتهت بعد 2014. أعتقد أنه من ضروري تفعيلها المبادرة الزراعية، تقديم الدعم المالي وتقديم البذور المحسنة وتقديم المعدات والآلات الزراعية التي تستخدم في الزراعة. عند ذلك أنا أعتقد أنه سنحقق الاكتفاء الذاتي وما يزيد عن الاكتفاء الذاتي. أشكرك. نعم. جزيل الشكر عبد الرحمن المشهداني المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من العراق.